رحلة البحث عن أحسن شاورما في مصر. بس إحنا النهاردة مش هنجرب محل، إحنا النهاردة هنقول لكم نتيجة الرحلة. دخل معانا في الرحلة دي 8 محلات، أولهم أبو مازن، تاني واحد ابن الشام، ثالث واحد عز الشام، رابع واحد بروكار، خامس واحد الجناني، سادس واحد عز الشام، وبعد كده زين الشام، وآخر واحد معانا كان نور الشام، وهو ده اللي نهينا بيه الرحلة. أحسنهم كطعم واللي مزجني أوي الصراحة كان بروكار، وبعد كده نور الشام. دول كانوا أحسن اتنين تقريبا كطعم، بس كسعر كان أحسن واحد فيهم هو أبو مازن، وتاني واحد كان خير الشام، وأوحش سعر فيهم كلهم كان الجناني 35 جنيه، which is كتير جدا. بالنسبة للحجم كان أكبر اتنين معانا هو عز الشام وابن الشام، وأصغرهم حجما كان خير الشام. صراحة أنا اخترت ولقيت جوانب كتير قوي في الموضوع إن أنا أقيس من عليها حجم وسعر وكواليتي، ويعني هدك كبير قوي، فقلت إن أنا هعملها بشكل تاني. بس عشان اقدر اقول لكم احسن سندوتش شاورما فراخ هو ايه، فانا جمعت كل الجوانب دي وحطيتهم مع بعض في الجدول، وبالارقام هتلاقوا قدامكم النتيجه دي. احسن محل فيهم كلهم هو عز الشام، وبعد كده ابن الشام. حقيقي الاثنين زي بعض بالظبط في كل حاجه، يمكن تقريبا يكون فرق جنيه او 2 جنيه ما بين الاثنين. كده بقى جه معانا بروكار اللي حقيقي كان عاجبني جدا، بس كانت مشكلته الوحيده في الكميه، بس هو حقيقي سندوتش رائع رائع بكل معاني الكلمه. بعد كده جه معانا زين الشام اللي كانت مشكلته في الكواليتي بتاعه العيش، ودي اللي نزلته كتير. وبعدين يجي معانا نور الشام، بس ده لسكان الزقازيق بس، وهو كان في المرتبه الخامسه. وكمل معانا وجي خير الشام اللي في يوسف عباس، وهو سندوتش صغير بس شويه، كان في المرتبه السابعه هو ابو مازن، بس ده غالبا مش الاصلي. واخر واحد معانا هو الجناني للاسف عشان حاجات كتير قوي، بس انا قلتها في الفيديو. وبس كده، دي كانت رحله البحث عن احسن شاورما فراخ في مصر، وانا كده خلاص خلصت ومش قادر اكل شاورما تاني والله، او شاورما سوري if you know what I mean. وعامه انا مستني اقتراحاتكم لرحله البحث الجايه تكون عن ايه، وان شاء الله اكتر كومنت هيجيب لايكات ان شاء الله هيبقى هي دي رحلة البحث الجاي. لو حاجة انا بحبها، لو حاجة انا مش بحبها كأني تجاهلت الكومنت تماما، واسكبه للي بعده. يلا تشاو.